رمضان كريم والله أكرم مشاهدي متابعي برنامج كلام الناس. احنا متواجدين بكهرمانة والأربعين حرامي، والله يبعد عنا كل حرامي. متواصلين برحلتنا لإسعاد الناس، راح نتواصل ويا عوائلنا الكريمة ونغير من حياتهم بهالمقسوم القاسم الله. كل حلقة عندنا نجم، نجمنا اليوم رائع ومهم وكلكم تحبونه وتحترمونه لأنه كبير بعطائه. حياكم الله ويا هلا بيكم بجولة رائعة وكبيرة بجميع مناطق بغداد. استاذ رضا، رمضان كريم عليك. سعد الله ايامك وعلينا ان شاء الله. كل سنه وانت طيب. طبعا انت ذواق بكل شيء، يعني حتى باختيار هذا المكان انت ذواق. الله يحفظك. ما شاء الله عليك. تقرا هنا انت؟ تجي تقرا؟ انا اقرا الجغرافيا مو مشكله وين اقرا، بس انا اقرا. تقرا؟ راح انطيك شيء ما يمكن ما قال اي برنامج في حياتي. زين، ف راح تعرفه، والان اللي شاهد عليه مشهوره المكتبه الشرقيه بيت حياوي اللي هو الله يطول عمره باقي منهم استاذ بديع حياوي. وانا عمري 10 سنوات بالضبط، يعني اقنعت ابوي والدي الله يرحمه ويرحمه والدي المشاهدين كلهم، اقنعته بانه انا عمري 10 سنوات. مشكور، بس اريد شاي. انا ما اريد قهوه. جيب لي شاي. زين، سويت فتشي مثل الكشك سينما قضاء الحي بالكوت بالحي بالكواسط. انت من واسط؟ من الحي الغاليه. اي والنعم. الله يرحمه السيد جابر صاحب السينما، والان اولاده موجودين. زي. على تواصل وياي السيد رسول والسيد جاسم، واحد منهم ضابط كبير. فكنت اقنعته اريد اقرا. زين، هاي مكلفه، شو بدي اسوي؟ اجيب بذاك الوقت المجلات اللي تنزل، كانت الشبكه والجمهور واخر ساعه المصريه والموعد، لكن شنو كانت الكتب؟ يعني أرنست همينغواي، فيكتور هيجو، بلزاك. موجودة هسه هذه الحالة؟ مو أنت. زادت. مو أنت. فنانين هذا الوقت يقرون؟ يعني ما أظن، يمكن إذا سويناهم 100 3 منهم يقرون. بس أنا القراءة تحسسني بأنه أنا عايش. زين. فعلا هي القراءة يعني شيء رائع. مشكور حبيبي. والآن طلعت مشكلة أستاذ علي، مو مشكلة، هي مشكلة ومو مشكلة. الآن طلعت لك شغلات أنت أكو نهم يصير بتلقي الثقافة. الإنسان لازم يبقى يعيش تلميذ. فالآن أنت عندك هذا الجهاز البسيط وتشوف به كل ما يكتب بالكرة الأرضية. بالعكس، هذا اختصار واستثمار. لحد الآن ضد شغلة قراءة كتاب على النت. المتعة. شوف، أنا أجيب ورقة. أنت كل اللي عندك ما لهنة. إيه. هذا ما لهنة. إيه. هذا قلقامش. عموماً. بس شنو تعجبني شغلة بيا صفحة. أدونها. أدونها. حلو. إيه. حلو بغداد. بغداد. حلوة. بغداد. قراءة وشاي عراقي وكرادة والناس. وجنة، جنة يا وطننا. الله. إيه. شلون شنو نقول؟ هي جنة. يقول هاي أكو بيهم يقول لك لا تبقى ولا تطلع. قلت لهم انت تقول مات الراد. زين. وذاك يقول مات الراد، وهذا يقول مات الراد،
باكر من يجيها العيد ويا من تحتفل بغداد. الله عليك. يقول جنة جنة؟ وأهديها لكل الأحبة، وهذا الشهر الكريم كل الأحبة خارج العراق. صدق جنة جنة هي وطير الحمام انشودة الغربة. وبغداد في رمضان إلها طعم خاص وفعلا جنة. يعني هسه لو كل مغريات العالم ماكو بس مثل. بس شيء نقص الآن أتمناه. شنو؟ كنت دائما أخلي سيارة فيات 128 اللي اسمها نصر. نصر. فورا الفطور يعني نطلع أنا والعائلة نفطر. انقرضت هسه هي ما موجودة. نسمع جنة جنة. جنة جنة. جنة 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 تبقى يا وطن يا وطن يا حبيب يا ابو شعب الطيب يا وطن يا حبيب يا ابو دجل الطيب حتى نارك جنة العاصمة تبقى جنة والعراق كله جنة إن شاء الله. أستاذ احنا عندنا استعداد وانطلاقة لإسعاد الناس. نعم. احنا حتى لقائنا بنجومنا والعمالقة مثل حضرتك حتى لقائنا بهم استثمار إنساني، نريد نستثمركم حتى تكونون سبب لإسعاد الناس. نروح نفرح العوائل، نروح نفرح الناس. بالمناسبة ترى الفنان الوحيد هو صديق الفرح، لأن تخيل احنا بدون الفرح تتوقف حناجرنا. أحسنت. الفرح والفنان يسيرون مع بعض دائما كلاهما ان شاء الله. ان شاء الله يكون سبب وربنا يجعل هذا البلد امن. اللهم امين. راح اتعبك اليوم وياي. ايه راح اخذك كثير عليك لو علي. لا 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 عليك. على هذا المكان، على هذا المكان طبعا. سلمونا على، انا ما اعرف من صاحب المكان، بس طالما ملتقى ثقافي شيء جميل نهني. استاذ الروح. ايه الروح لاكثر من منطقه، مو تقولي بعدين تعبت انت شباب. انا تربي عايش بين الناس دائما. يلا على بركه الله، اسمحوا لنا نشرب الشاي وبعدها ننطلق لفرحه الناس. كونوا قريبين، يمكن ندق بابك انت او انت او انت. حياكم. استاذ رضا احنا راح نروح الحي الجهاد. زين. يمتى اخر مره رحت الحي الجهاد؟ العام يمكن. العام. ايه راح نروح هناك اكو عائله. ايه محتاجه تشوفك تتعرف عليك. تشرف بيهم. ونشوف ورا الفطور شنو جدولهم، شنو حياتهم، نتعرف عليهم. واكحل عيوني بشوفتهم. بارك الله فيك. دائما تتغزل ببغداد. دائما دائما ما شاء الله. يعني سؤال واحد، هي اسمها ام العراق، يعني امنا كنا، مو اتغزل بيها، هي فصيله دمي. لذلك قلت راد الزمن ما راد، بلادي اغلى البلاد، بيها اغلى الاحبه، وبيها بيت واولاد، واذا حل لو دمي فصيله دمي بغداد. وبالمناسبه بعد شلونك شغله هسه شفتها، يا ريت أنا رحت للسيد مدير المرور العام، إحنا رابطة أصدقاء المرور، أتمنى
ما يصير هاي 2018 واحنا بال 74 عندنا خطوط عبور بلاستيك تعبر عليها الناس طوعا وليس اجبارا. يعني قال لي هاي مو يمنا، يم الامانه. اي هو تروح يمه يذب براس الامانه والامانه يذب براس بالطرق. انا اشد الامانه او اي امين جاي جديد ياخذ عنوانه يكفي انك امين على بغداد. انتخبت انتخبت؟ انا كانت اللي هو يعطل الجهاز. اي والله. يعني شنو؟ خلوا السيم كارت بال هذا، قالوا ما اشتغل. كنا اني وابني راحت اصواتكم. صوتي للعراق ان شاء الله. شنو نغني للعراق؟ اغني له تقدر تشتري منجم، تقدر تشتري منجم وتملك ذهب بالاطنان، وتقدر بالفضاء تطير وتوصل لابعد الاكوان، وتقدر تشتري كليه وتبدل القلب والشريان، لكن مستحيل ولا تقدر تشتري الاوطان. ويلي ويلي، لكن مستحيل ولا تقدر تشتري الاوطان. فعلا نعم، الاوطان لا تشترى ولا تباع. حتى الانتماء، الانتماء ما من الممكن انه يكون هو تمثيل مثل ما نشوف. فصيلة الدم بالضبط. طبعا شنو تقصد لما قلت بين العصر والمغرب؟ ايه، وهل هذه الأغنية إلك لو أنت ما أخذها أنت عدتها هسا عادوها؟ شنو هاي؟ لا هواي لغط صار عليها. بس أمتع رسمياً، والدليل الفنانة سميرة توفيق مرات تتغنيها أخذني المخرج كريم اللامي إلى كاتب عدل بالصالحية اسمه عبد الستار الدليمي، كاتب عدل الصالحية، انطيتها أنا بيا طبع من أرض الأغنية ما تنازل عنها. أداء، حق الأداء مثل زي ما عملت مع ماجد المهندس جنة 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 جنة، ومثل ما ويا الفنان علي بدر والفنان وليد الشامي زين صوبة قلب أميرة، وبعد أغنيتين ثانية. هذه حقوق الملكية الفكرية لازم الناس تحترمها. بين العصر والمغرب، بين العصر والمغرب أغنيتي رسميا بلحنها الجديد، أما كلمة بين العصر والمغرب، كلمة بين العصر والمغرب مو بهذا اللحن. بين العصر والمغرب مرت لما تخيال، هاي آني وموسيقى الراقي الموسيقار جعفر الخفاف، لحن جديد اسمه من نغم الشعار. وأتحدى أي واحد يجيب لي قبل 71 تسجيل بهذا اللحن. هاي أغنيتي رسميا. بس شنو اللي يزعجني؟ بعضهم ضاف لها كلمات لا تضربني لا تضرب كسرت الخيزرانه. هل يجوز امراه هي تقبل واحد يضربها بالخيزرانه وهي حشاكم الحيوان؟ ما الان اكو حقوق جمعيات الدافع عن عدم ضربه، فضافوا لها ولنصب مرجوحه من اسطوحه لاسطوحه. لغوا، وين بقى الكلام؟ وين كلام فل القصيبه وليفي؟ خل نسمعها هي الاصليه مالتك. فل القصيبه وليفي هيل وعطر تتفاوح، هيل وعطر تتفاوح، والقذلة لو ميلها ويا الجفن تتمازح، ويا الجفن تتمازح. بين العصر والمغرب مرت لما تخياله، مرت لما تخياله، وعرفت فرس وليفي لنها شقرة وميالي، لنها كحيلة وميالي. هذا وطن الجميع. أحسن أحسنت. وجنة جنة يا وطننا. أي جنة جنة. نعم. جنة 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 تبقى يا وطننا، يا وطن يا حبيب يا أبو الشعب الطيب، حتى نارك جنة ويبقى جنة. يبقى جنة. يلا هاي الجهاد. دور 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 يا ليالي دور، دور 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 يا ليالي دور، يا سمين وجوري حتى شوك بلادي، يا سمين وجوري وردات الوطن ويلي حبنا غنى. استاذ احنا سوين يا منطقه هاي حي الجهاد. حي الجهاد عندك ذكريات بيها؟ طبعا اجي اصدقائي
حلو. العراق كله اصدقائي. اي والله صدق كل احنا نحبك. هذه عائله. يوم من الايام كنا طالعين برنامج مباشر على الهواء منطقه الشعله. نعم. شايف كلام الناس برنامجنا؟ ايه شفت حلقه الشعله؟ اه اي شفت جولتنا؟ اي شفتها. عجبتك؟ إيه انا قلت لك اتابعها ان شاء الله كلها. برافو عليك. هاي العائله هم هو احنا مو قصدنا في شيء، اول شيء نتعرف عليهم. على فكره مشاهدينا الكرام هاي رساله، هذا البرنامج مو اللي يروح ينطي فلوس ومساعدات، ممكن ندق بابكم نشرب شاي ناكل كليتشا نتعرف عليكم. هذا البرنامج يدق باب كل شخص، يعني مو بس الغرض انه تعالوا شوفوا احنا قاعد نطي فلوس، لا احنا نتعرف عليكم جميعا. فهذه عائله الحر نتعرف عليهم، شوف وضعهم، شنو اخبارهم، نعرفهم على استاذ رضا اكثر عن قرب، وبعدها نتوكل غير مكان ان شاء الله. تفضل استاذ. السلام عليكم. مرحبا. شلون صحة؟ احنا نريد نكون اليوم بضيافتكم. اهلا وسهلا. تسمحي لنا؟ اهلا وسهلا. تفضل. الله يسلمك. منو؟ ام عبد الله. ام عبد الله. جبت وياي استاذ رضا الخيار. يا مية سلام. هم يتعرف عليكم وانتم تتعرفون عليه. بيت العامر ان شاء الله. تفضل استاذ. يلا. السلام عليكم. لا لا السلام عليكم. شلونكم عيني؟ الله يبارك فيك. الله يسلمك. مساكم الله بالخير. الله بالخير. شلونكم عمو؟ اعطيني مجال. السلام عليكم. شلونك حبيبي؟ رمضان كريم. علينا وعليكم اجمعين. شلونك حبيبي؟ شخبارك؟ استريح استاذ استريح. السلام عليكم. شلونكم؟ احنا شوف استاذ بسم الله الرحمن الرحيم. شنو هالحلوين هذول؟ شنو هاي؟ هذول كلهم ولدك؟ اي هسه خلينا نعرف اسمائهم. اي من اول واحد شو اسمك؟ حسام. ها حسام. وانت؟ وليد. رسول. وسام. وسام. احمد. رقيه. رقيه. ام عطوف. يوسف. يوسف. حسام؟ يعني اثنين حسام. هذول ولدك؟ الحمد لله. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. احنا سعيدين بكم. احنا جينا ورا الفطور نتعرف عليك وعلى العائله الكريمه كلهم. هذول خواتنا وهذول اولادنا. وجبنا ويانا استاذ رضا. شرف. الله يخليك. بيت العامر ان شاء الله. شنو السلامات؟ شنو صار لك؟ والله هاي انا من اهل الانبار. والنعم. صار لنا سنتين انا هاي اصابتي. هاي لا لا خلاص. هاي اصابتك يعني هسه جديده؟ هاي صار لي سنتين. ها شلون صارت هيك؟ القصف ووقع علينا البيت. عوضوك؟ رحمت الله بس. ما انطوك؟ كل شيء ما حصلت. ايش عجب؟ ماكو حكومه، ماكو يعني شيء، يعني المن تروح تراجع كتابنا وكتابكم بهدله. خلينا امرنا بيد الله. عموما احنا نقول لك رمضان كريم. الشرقية تسلم عليك. الله يسلمك ويسلمهم. وتقول لك احنا بخدمتك. واللي نقدر عليه لا تتخيل نقصر. وهذا مو من احد. هذا من الله سبحانه وتعالى سخرنا ان شاء الله لخدمتكم. واللي نقدر عليه ان شاء الله ما نقصر. الله يبارك بيك وبيهم. بس اريد اقول كلمة. يعني هاي كل محافظاتنا، انا رحت للمحافظات لقيت نفس الشيء. يعني من الحشد، من الجيش، من الشرطه، باسم هذا الشهر الكريم اريد اناشد اكو بكل وزاره مديريه علاقات عامه واعلام ومديريه متابعه، خلي يتابعون المواطن اللي هيك حالته مثل الاف. يعني خسر لا ما لا انا هذا انا متاكد راح يستجيبون. ورجاء هذا، وبما انه هذا شهر بركه ورحمه زين وتواصل والرحم رحمه، يعني الرحم كل عراقي هو اخويه زين. فالراد يتابعون هاي الحاله بالعلاقات العامه والاعلام بالوزارات ان شاء الله. المعنية. انت بيا وزاره تحديدا؟ تعال عمل شؤون لو لا هسه عيني قالوا وارفعوا معاملات تريد نسوي لكم رواتب مال ضحايا الارهاب. اليا وزاره؟ على التقاعد. على التقاعد. عموما خويا بالعافيه عليك ورمضان الكريم. الله يطول بعمرك. بس انا اشكر استاذ سعد البزاز لان هذا ابونا وابو الكل
واني اشكره طول عمري حبيب حبيب العظيم حبيبي، لان بس هو يدخل الفرحه لقلوب الناس. تستاهلون تستاهلون العظيم، يعني شنو وصفه حبيب حبيبي. طبعا هو يعني للامانه قال تسلم لي عليه ولا تذكروني، يعني احنا يمكن حتى بس هم الناس يذكرون احنا، حتى يعني قال ورا الكاميرا تشكر من عنده وقل له احنا اخوان والشرقيه بيتك. الله يطول الله يخليك ويكثر من امثاله، لان هو ابو الشعب كله. الله يعزك، هو الله ابو الشعب ابو الفقراء. تسلم، لان ما شفنا غير هو هاي السنين كلها، ما شفنا غير هو يركض على الفقراء. ولولا هو ترى حد ما تراني قاعد ببيته ايجار، هذا ايجار والله العظيم متبهدل، والله يجي يوم ناكل ويجي يوم ما ناكل. هاي ترى عند بنات اثنين الله يعني. المهم مدرسه وقعدتهم هاي بنت الكبيره ربك يرحمها، ربك يرحمها، بس اريد ارجع. هاي ثالث متوسط ان شاء الله ترجع ان شاء الله خير ان شاء الله. والله متبهدلين بهدله قويه، وضعنا تعبان يعني. هاي بنتي عندها وصيه سعد البزاز، هاي بنتي هاي بنتي علي، هاي ناشد ابوها، هاي بنتي تتناشد ابوها، هاي ناشد ابوها سعد البزاز من رجع للمدرسه. اتمنى هاي لامي تدرس المدرسة، ما يقبل احنا ما نريد نبكي يا اخوي. الله يعينكم ورمضان كريم وان شاء الله ترجعي للمدرسة حبيبتي. حبيبتي يعني استاذ رضا، شوف الامنية الامنية تتكمل دراستها، ورسولنا صلوات الله عليه قال اطلب العلم من المهد الى اللحد، علموا اولادكم. الله اليوم جابوا النتائج ذول الصغار، يعني اليوم جابوه الناجحين، هي طقت من بكي. يعني كيف اخوته جابوا النتائج؟ ان شاء الله تلحق وتدرس وتنجح ان شاء الله باذن الله. من اخونا سعد بزاز ان شاء الله وما يقصر بالطيبات وبالوقفات الطيبه ويرفع فخره والناس اللي ساعدنا هواي، ساعدنا بهالشيء هذا ان شاء الله. ان شاء الله وما يقصر. يلا رمضان كريم ان شاء الله باذن الله. دموعك غاليه علينا. انا اشكرك يا ما اسمح لك تبكي، لا تبكي، ابشر. واريد من ابويا سعد البزاز اخونا الله يوفقه، الله يوفقه. ايش اريد منه بس اقول الله يوفقه. ابو منو؟ انا ابو محمد. ابو محمد لا تتخيل الله سبحانه وتعالى غافل، حاشا لله، الله سبحانه وتعالى موجود. وان شاء الله ان شاء الله الله يعوض. وانا سعيد تعرفت على خواتي وتعرفت عليك انت اخوي. الله يطول بعمرك. الله يعزك. الله يسلمكم ان شاء الله. يعني شرفت العامة مليون هنا. الله يخليك. الله يطول بعمرك. مليون هنا. يلا مشكورين. ربنا يحفظكم ان شاء الله. مشكورين. مع السلامة. مشكورين. الله يوفقكم. مع السلامة. مع السلامة. بيت العامة ان شاء الله. مع السلامة. ها استاذ شفت الوضعية؟ معقولة يعني احنا بالعراق هيك نصير بينا؟ بس هم شافوها. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، شافوها الحاله. وهاي بعد ما يراد لها شرح. اي مو صحيح؟ هاي هنا ما عندها سؤال. لا لا انا هاي الكلام موجه الى اصحاب الغيره. اهل الغيره وما اعرف ليش يا اخي متفائل ان نسبه 98% من العراقيين غياره. وان شاء الله يشوفون. شفت يعني طفله 10 اطفال والطفله امنيتها بس تداوم تكمل دراستها. بس عموما احنا بدنا نروح لكل العوائل، بس احنا مو بس هاي العائله، عندنا بعد عائله هم نروح لها. نعم. خلينا نختار لنا منطقه ثانيه من حي الجهاد ونروح المنطقه الثانيه، هم ندق الباب ونتعرف عليهم. نعم. ونفرحهم. نعم. ونروح نتسحر. انا السحور انا واصدقائي ما بين كل 3 ايام ما اعرف ليش احب يكون على دجله، يعني عشط دجله وين استاذ فاضل؟ دجله اي عشط يعني دجله. اي شوف وين نروح، لابو نؤاسر، نروح كاظميه هناك، هي حلوه هاي كاظميه. اي هاي خاصه ورا بعد الزياره. ابشر. إيه؟ ابشر. يلا توكل على الله. يلا مشاهدينا الكرام، طبعا انا اكتشفت شغله بالاضافه ان استاذ رضا وسيم ومبدع، انه هو ما شاء الله رياضي،
لان احنا هسه وصلنا لمنطقه الشعله. الحمد لله وشكر الشرقيه تميزت ان تتواصل دائما بمنطقه الشعله. اكثر من مره نجي ويقولون رحم الله والديكم، لان ان انتم تقريبا الكاميرا الوحيده اللي تنقل معاناتنا واللي توصل صوتنا. ذيك المره رحنا وطلعنا مباشر والتقينا مع الناس، وهاي احنا اليوم جايين ندق باب الاحبه حتى نقوم بالواجب. اكتشفنا هذه المنطقه تعاني. نعم. استاذ رضا مساء يقول لي علي انا راح ابكي بعد ما اقدر ارجعني. تدري ليش؟ خلي يشوفون هاي، هذا رمضان بالهجري بالميلادي 2018. هاي المدينه خلنا نكون صريح، هاي مدينه قطت شهداء من المدن العاليه. يصير رجعت المجاري مال سنه 48 فوق القاع، يعني هاي كلها الوسخ بيها والاطفال يجون وراح يضطر يكنس المواطن يوميه. بس خاف لا يزعل المقاول، بس اقول اتقوا الله بهاي الناس، وهذا شهر الخير والبركات. انت تخاف هاي على مشاعر المقاول لو على الاجابه المقاول؟ هاي 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 مجاري، بس شوفوا اكو ظلت مجاري بالهند ماكو، وهاي مدينه كبيره تسكنها الملايين. شوف شوفوها شوفوها الله يهديكم كل شيء مامو. عموما احنا اجينا هسه على عائله، هذه العائله في يوم من الايام كنا طالعين مباشر على الهواء، اجت ناجده وقصه قناه الشرقيه عليه ان احنا قررنا نجي نتعرف عليهم نشوفهم ونعرفهم على الاستاذ رضا. السلام عليكم، شلونكم؟ لا تبليط، وشوف شلون يوصلون اذا مطرت الدنيا. هاي شلون توصلون هنا؟ لا شلون زين هاي با 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 تعال بس تعال يعني مع الاسف خلي يشوفون هاي الشعله. هاي بالشعله نقدر ننقل لكم صوره، بس ما نقدر ننقل لكم بل نصف، يعني اجلكم الله يعني الريحه. المهم تعال تعال استاذ. السلام عليكم. مرحبا، شلون صحة؟ شلونك بعد؟ شلونك؟ احنا ملتقينا ببرنا حلقة من الحلقات. تذكرتك والله. عينك. الله يعزك. يعني صدق شيء يعني ما ادري شو ارجع. توقعتي نجي؟ الله يعزك، ليش تبكين؟ جبتوا وياي رضا الخياط. الله يحفظها ان شاء الله. الله يعزك. بعد عمر فيديو الله يحفظك. ربك موجود. رمضان كريم. فيديو عينك استاذ. شلون شوي رمضان؟ الله يحفظك ان شاء الله. شلون شوي رمضان؟ الحمد لله. صومين؟ نعمة فضيلة نعمة. ايش تسوين طبخ دائما برمضان؟ كل الطبخ ذاك يعني نعمة موجود. الحمد لله. ايش يحبون للاولاد اكل برمضان؟ يعني اكثر شيء يحبون برياني. اه وسويت برياني عاد لو بعد؟ بعد ما سويت بعد. لا هسه راح تسوين. بعد قبل. الله يعزك. استاذ رضا مليون تشرف بيك. الله يخليك بالافراح ان شاء الله. شرفتنا فدوى العين. الله يخليك. احنا نعاني من شفنا الشعله هاي مدينه كبيره. يعني ايش يصير بيها؟ اهلها وناسها يعني طيبين. الله يخليك. الحمد لله. الله يخليك تسلمين. الله يخليك. عندنا امل ان شاء الله باكر احسن من اليوم ان شاء الله. الحمد لله. ان شاء الله. ان شاء الله. نشرب شاي يمكم؟ اي تفضل. تفضل تفضل. الله يخليك. تفضل استاذ. يلا. تفضل تفضل استاذ. تفضل تفضلي يمه. تفضل بيتك. تفضلي تفضلي يا عمري. الله يخليك. بسم الله. اللهم صل على محمد. تفضل استاذ. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك عمي؟ شلون كيفك عمي؟ رمضان كريم. عمي شنو ما تشوف لو هاي سويت عمليه وهاي اي يلا البسها. خاب مو زين عليك الاضاءه. وين سويت هاي العمليه؟ بالكاظميه. سريع. شلون خواتنا؟ شلونكم طيبين؟ بناتنا ذني. اي والله. اي والله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. يوم رمضان شلون حلو ولا لا؟ تقربي تقربي هنا يم اخوك. الحمد لله. ها؟ الحمد لله. منو يصوم منو ما يصوم؟ الصراحة. الجماعة كلها تصوم. كلها تصوم. اي. ها؟ شلون طبخ مؤثر ها طبخه زين؟ شنو الأكلة اللي تحبه؟ موجود. انت لازم كل واحد من عندنا يحب اكله. هسه انا احب مرقه بوتيتي. الدولمه. انت شو تحب؟ الان اهم شيء الخضورات عندي. اه وشوربه. اي حلو حلو. يما الشرقيه تسلم عليك. الله يسلمك. شو ينقصكم؟ شو المحتاجين؟ انت شوفت عينك بعد يعني انت اريد اسمع منك. جيتك وحاجيتك يعني قلت لك دنزون قالوا لي هم الشرقيه تشيلك فعلا يعني فعلا يعني حتى ناس خابرتني قالت لي ولدتي يعني معجزه وجدت الشرقيه
يعني بهالعبارة هاي. توقعتي يوم من الايام راح نجيب بيتكم؟ اي شوفي يمه، السلام عليكم. بعد قلبي اني جزء هالقدود، جزء هيك هيك بسيط من مؤسسة كبيرة إعلامية، كل همها وكل غرضها هي تخدم الناس. صحيح. والأستاذ يعرف وأنتم هم تعرفون، من مؤسس هذه المؤسسة إلى أصغر عامل بيها، كل إحنا همنا نخدم بلدنا ونخدمكم، أقسم بالله الكريم. يعني من يخابروني المخرج يشهد، علي اخدموا البلد، طلعوا أفضل صورة، وحتى نستحي نقول التفاصيل. المهم احنا جينا نتعرف عليكم ترى، وما نريد نسمع معاناة. عز الله ان شاء الله احنا موجودين، والله سبحانه وتعالى هو الخير والبركة، والله العظيم. وشفنا الشعلة وشوارعها هسه، ودائما نشوفها، نتمنى الناس تشوفنا وتسمعنا، هذا نتمنى. عموما وهذا شهر كريم. انا اقول لك شو اسمك؟ وعد. مو تكبر، لا تكبر تكسر علينا، عيونك خضر وايد. انت بالمدرسه؟ وتشتغل؟ تشتغل بالصمون؟ ايش قد يعطوك يوميا؟ 3 ساعات. من يا ساعه ليا ساعه؟ من 3 ساعات. بس هو يشتغل عندك يمه؟ اي هذا هسه شفته مريض، هذا اذا شفته يعني في شيء ثقيل، لان عظم راسه منو؟ يتحرك اسهل ولا شفته. الله يعينك، الله بارك الله بيك، اشتغل ولك اولا هذه حتى تتعلم بالحياه، ترى مو عبالك لابس ستره ومدري شنو، انا بجد كم اشتغل وتعلمت وهذا الى ان الله وفقنا قمت اخدم الناس من خلال مؤسسه كبيره كل همها انها هي تخدم الناس، فانت هذه اختك وهذه امك وهذا ابوك، كل احنا املنا بيك ان شاء الله، بس الدراسه ممنوع تتركها. عموما احنا ما نريد نضل نحكي يقول هذا يرشد ومرشد ومرشد. حجي شنو محتاجه؟ والله عمليه بعيوني. هاي عمليه وزايد لك، وهاي يوم له شو الاولاد؟ تفضل. الله يعزك، الله يخلي شبابكم ويوفقكم. الله يعزك، الله يوفقكم، يعني جميع واحد يشوف هاي الحالات اللي تشوفها انت. الله يخليك، الله كريم. بعد قلبي يا خالي فدوى العين الشرقيه كلها تسلم عليك، فدوى العينك الشرقيه بيتك. الله يعزك، الله يخليك، امل كبير بهم الله، وفعلا يعني فعلا وربي يحفظكم كلكم ان شاء الله. يعز قلبك يا عمري، فدوى العينك يا الله يخليك، الله يسلمك. وتحياتنا لكل اهل الشعله العزيزه. اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا فيك، مشكوره فيك يا عين انت. مع السلامه، ادعوا لنا بس. بيت العامر ان شاء الله، بيت العامر. ان تخرج من ضيق الظلماء الى النور، ان تولد ثانية والماضي مغفور. مقدسة ومقدسة اللي هي الكاظمية. سلام الله على الإمام الكاظم أسد بغداد، وفعلا الجو بالكاظمية مختلف رائع رهيب. الحمد لله والشكر على تواجدنا بالقرب من الإمام. اللهم اجعله شهر خير وبركة وسلام وأمان، اللهم على كل العراقيين ومن يحب العراق. تجي تزور هنا؟ إيه سبتات احنا مجموعة، كل سبت. ايه مرات يصير بين سبت وسبت، مرات كل سبت. شوف كون ان احنا كنا بالشعلة، نعم، بعد هاي العائلة احنا تعرفنا عليها، نعم، وانت قلت انا اتسحر وين؟ نعم. على, 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 على نهر دجلة. على نهر دجلة احنا قررنا نجي نزور، سلمنا وسلمنا على الامام سلام الله عليه، وبعدها نتوجه نروح على المحيط. على المحيط شنو رأيك؟ يصير شيء حلو، نتسحر ونقول لهم مكانكم خالي. اي والله مكانكم خالي، راح نطب ونزور وندعي لكم، وبعدها راح نكون متواجدين ب على المحيط. على المحيط، على على ضفاف دجله، على ضفاف دجله. حياتنا لكم.
استاذ هسه وين وصلنا احنا؟ مكان راقي، انت قاعد تشتم الهواء؟ هاي بعد هاي ضفاف دجله هاي دجله؟ اي غنيت على دجله؟ اي وايد يا اغنيه. انت دجله وكل جماله والفرات ومي زلاله، حبك بقلبي بناله، قاصر بي انت اميره، صوبت قلبي اميره. من هي اميره؟ يعني اميره. ما كانك وحده اسمها اميره؟ لا لكل الحبيبات. عندك هواي حبيبات؟ لا لا حبيبات الناس كلها. انت عندك حبيبه؟ عندي بقلبي. لا حبيبه حبيبه، تعيش قصه حب هسه؟ لا هسه ماكو قصه حب. ماكو. هسه بيتي واولادي وللناس. اشتغلت للناس استاذ رضا؟ انت تعرف العمل الانساني خدمه، انا اعتبره واجب، مهام، سعي، هذا لازم على كل واحد من عندنا يهتم بالعمل الانساني. 47 سنه انت فنان. ايه. 47 سنه. 46. ايه. 46 محترف. ايه محترف. 47 48 انت فنان. هاي قبلها اي. انا مو غلطان. ايه. فانت بهذه السنوات قدمت خدمه، رحت للناس، رحت للمحتاجين، دقيت الباب، وصلت معاناتهم. هاي ما دام يا الله انا اصدقائي المقربين يعرفون ايش دا نشتغل. فلذلك ما اعلنها، بس اقول الحمد لله انه انا جاي اشتغل هاي الشغلات. بس انت يوميا بالسبعة الصبح موجود بالمستشفى. اروح. موجود بالمعاملات. ايوه المرضى يعني اروح. للامانه هذا. واحمد الله وشكرا. بارك الله بك. ما ارد اعلن عنها لان اكو ناس الان دا تشوفني يا ما رحت وياهم كلهم. بارك الله بك. الحمد لله. يعني أغنية خالدة تحسها وما ماتت ولا راح تموت غير جنة جنة، منو هي؟ هواي. طير الحمام تكبر فرحتي، أحرق بروحي حرق، ساع البريد يا حمام بلغ أحباب السلام، ويا الطير الطارب على السلام لكم. هواي إنتاجاتي هواي أستاذ. يا طير الحمام. طير الحمام حققت جماهيرية يعني، وخالدة ما تموت يعني، وكأنما أنت اليوم تسمعها يعني جمهورك ما شاء الله. أنت لاحظت اللي يصورون إيش قد أعمارهم؟ صغار ويقول لك 16 14. يقول لي طير الحمام هاي تري ليش؟ أكو شغلة كلش بسيطة، هاي منا صعدت لهنا. الله صادقة. هاي لذلك عمرن كل أغانيك عمرن، مو بس أنا، جيلي كله أغانية عمرن. بسرعة لأن أنا ما عندي وقت. جيلك أنت، قبلك ياس خضر، ما حفظ الألقاب، ياس خضر، حسين نعمة، فاضل عواد. فاضل عواد قبلي. اي سعد جابر اجب سنة قبلي. اي اجينا انا وحطان العطار سوى زين يعني، لا قبل اجينا ميانا اي واحد وراها بسنين. رياض احمد الله يرحمه. رياض احمد ورا بالثمانين كان موجود زين، لكن كان ما مشهور. صلاح عبد الغفور. صلاح عبد الغفور الله يرحمه. بعدين اجى حميد منصور يعني مو ويانا. آخ بس إيه. أنتوا كلكم تعتبر ما عدا جيل الثمانين جيل السبعين. نعم. جيل السبعين نكهة، طعم، رسالة، خصوصية، إبداع مختلف ما أتوقع يتكرر بعد. توافقني؟ إيه هي الفترة السبعينية ملحنيها أقوياء وشعراها أقوياء ومطربيها مبدعين إيه. ومثقفين. لو مو الشعراء والملحنين إحنا ما كنا نطشي. اكو بالملعب يقول لك الهدف انت تطلع جول. صح. هم اقوياء يعني طالب القرار اللي جعفر الخفاف، حسين السماوي، طارق الشبلي، ذياب خليل، محسن فرحان، هم ملحنين يعني عمالقه. اسمع طير الحمام هسه كيفك يعني؟ يصير ويا السحور؟ قبل السحور. والله يا طير الحمام اللي تسافر ودي الأحباب السلام، واحمل بجنحك رسائل من تهاجر للي حرمون المنام. والله يا طير الحمام اخذ من دجل السلام يا حمام. يا سلام عليك. تحب تحب يعني تربي الحمام بالبيت، تربي الحيوانات؟ ولدي أنا لا، أنا
الدجاجات والديك عندي همشي هذول حلو، خاصة هسه يعني شوية جل حر لازم واحد يغطيهم. إيه والبيضات الصبح تصعد فوق السطح تاخذك ثلاث بيضات أربعة. حلو تازة تازة إيه منها منها. إيه بالعافية عليك أستاذ. ال ال الفن في أزمة، الفن الحالي إيه؟ في ورطة، في أزمة، في متاهة. يعني شلون أنت تشوف هذه الوضعية؟ لا وأنت متهم مجامل بهذا الوقت لأن ولدك من هذا الجيل. مو جامل، الجيل الجديد حتى اللي جو بالخمسة وتسعين قلت أني لا، الجيل الخمسة وتسعين يختلف عن الجيل الحالي. حتى الخمسة وتسعين من طلعوا بوقتها بعض زملاء من جيلي تهجموا على جيل حاتم العراقي ومحمد عبد الجبار و هيثم يوسف، هيثم يوسف ومهند محسن وصلاح سلطان. حسين قاسم انا قلت لا، بهم اصوات جميله والان هم نجوم. هسه اكو اصوات كل جميله واكو شعراء يكتبون حلو. ماكو، احنا ما نحكي بالمطلق إيه؟ ولكن العائم والمستشرق الكلمه واللحن والكم الكم الكم طغى على النوع، النوع قليل والكم هو اله زين، اذا غنى زين راح مثلنا يطول. يعني تشوف ورا 42 سنه شفت يطلبون مني اغنيه مناسينا، فالهم زين اذا هو اختار مفرده جميله. شوف احنا بزمننا قانون العيب اثبت لك شلون كان يحكم المجتمع، وعلى السريع تاسست مديريه شرطه الاداب ورا 6 اشهر انحلت. تدري ليش؟ لان ما لزموا حاله تحرش بالشارع او شاب تحرش ببنت، المنظومه الاخلاقيه عاليه جدا وقانون العيب كان يحكم الناس، فحلوها والحقت بالسياح. قصدك الوقت الحالي تغير بالمطلق؟ تغير، لكنه هذا مو يعني ماكو اصوات وماكو شعراء. اكو الان كلش كلماتهم حلوه، واكو مطربين من الشباب اصواتهم جميله ونشروا الاغنيه العراقيه خارج العراق. ممتاز. استاذ احنا طبعا ها اخويا احنا مثل ما قاعد نشوف انواع الاجبان. ايه مو صحيح؟ ايه الحمد لله، الحمد لله والشكر. اللهم واهم شيء الدعاء يقول اللهم احفظ هذه النعمه من الزوال، من الزوال اللهم امين. واهم شيء التمر البرحي. ايه انا احب البرحي. هذا عراقي. ايه البرحي عراقي مو صحيح؟ المهم استاذ اسالك، غنيت مغروره كانت جرأة في وقتها. ايه واول فيديو كليب هي. واول فيديو كليب انت صورت. ايه ايش معنى اختاريت هذه وليش اختاريتها وشنو؟ هي فكره باحدى حفلات الكليات. زين. ف هو طالب دق قال له اتركها مغرورة. أنا بوقتها كان ترسخت في ذهنك؟ ترسخ، رحت للبيت زبت القلم وعندي صديقي شاعر خالد العامري. زين. إي فتهاتفت وياه خارج العراق هو. فرجع هو بديت أنا بيها وهو كمل منها. زين. مقطع كل البنات تندمن من عافن الخلان. أنا كو الشباب يغنونها أرد أنبههم على شيء. مو صايغ تراشيها الذهب، لا صايغ تراشيها انذهل من خده الوردي، انذهل. هم ما يدرون يقولون صايغ تراشيها الذهب من خده، لا انذهل. قال الذهب عندي السمر والذهب مو عندي. تسمعها؟ هاي مثل أغنية غنيت يا أبو عقال وكفية ويا بين عصر المغرب، اشتهرت عربيا والسمر العربي. هم يقولون والسمر العربيه، لا كان قاعد يمي كاظم السعدي، احنا قلنا يا ابو عقال وكفيه والسمره العربيه. والسمره اي سمره العرب. هذا تدري شنو هذا؟ هذا جيمر عرب. اي على طار العربيه. اي جيمر عرب جواه عسل. اي يا سلام شنو هاي؟ ها؟ اي والله. يقول شنو هاي؟ ها؟ تاكل انت من النوع الجيمر؟ تحب الجيمر؟ هذا اذا اجى
اي خلي مكانه. عرفت ايش يسمي هاي الاكله؟ مغروره. انت مو مال، انت مغري تقدم ان شاء الله. هاي الاكله مغروره. اي هاي مغروره، لان هاي مو اي واحد يحصلها. اي صحيح، مو صحيح. نسمع مغروره. مغروره والله مغروره، ما تنمحي من بالي هاي الصوره، صايغ تراكي هندهل من خدها الوردي، قال الذهب عندي السمر والذهب مو عندي، وحدتهن بوسط الشذر بلوره، مغروره سمره مغروره. استاذ انا ما اريد اخذ من وقتك كلش هواي، انا تعبتك اليوم جوله في كل مناطق بغداد، ولكن بيها خصوصيه بيها جماليه، لان هذه اول مره برنامج انساني يحتضن نجومنا وعمالقه الفن العراقي، ونكون متواجدين وانتم سبب لاسعاد الناس. رايك بهذه التجربه بدون مجامله؟ لا مو رايي، تعبت احساسي مشاعري. تدري من دخلنا على هاي العوائل انا اقول اتمنى كان الله يعطيني نهر من ذهب وكله نعطيهم اياه، لان تعرف شنو؟ احنا عندنا شغله حلوه انه اكو حياه ما بعد الحياه، يعني ما نقول ما بعد الموت، لان الرسول صلوات الله عليه قال ادعوا لانفسكم بطول الاعمار، والامام علي عليه السلام قال اعمل دنياك كانك تعيش ابدا وعيش لاخرك كانك تموت. يعني الحياه تنطوها قيمه، ليش؟ احنا بنعمل بها خير. بس دمعت عيني واتمنى، هو اسمه مسؤول، يعني هذا ترى عظيم. شو هم شافوا اللي رحنا لهم؟ ترى اكو منهم مئات الاف، مئات والاف بل ملايين. يعني بعد الحروب خلينا ننسى البارحه، ارجوهم ان يمدون يد العون لهاي العوائل اللي طلعت الان الشرقيه على شافتها الملايين الاف مثلهم. مشكور استاذ، الله يحفظك. انا احبك كل شوي، وأنت حبكم. انت طيب، انت طيب الحمد لله، انت صديق الجميع الحمد لله، مبتسم، متامل، تحب الحياه الحمد لله. انا اهنيك من كل قلبي. الله يسلمكم والله يعزك. شكرا، شكرا للجميع والمشاهدين الشرقيه، وشهر مبارك، واللهم اجعل هذا البلد آمن يا رب، ويعم عليه السلام والأخوة والأمان. تحياتي. اللهم آمين. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. فعلا كانت اليوم جولة، ما اريد ابالغ اذا اقول بكل بغداد كانت جولة. اكو اشياء يمكن ما حبينا نشغلكم ويانا بعراقيلها، منها بالسيطرات، منها محبة الناس لأستاذ رضا، منها كذا، يعني بين منطقة ومنطقة اكو ترى مطبات ومصاعب حتى نقدر نوصل. رغم هذا وذاك احنا سعداء جدا جدا حتى نكون سبب لسعادة الناس. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة، شكرا لحبكم، شكرا لدعمكم، شكرا لتواصلكم وإشادتكم الرائعة بحق هذا البرنامج. ألتقي بكم بحلقة ثانية بس على حب الله والوطن بإذن الله. طبعا هاي فواكه انت ما